مرحبا مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على الفيسبوك، اهلا وسهلا بكم الى هذا البث المباشر من امام احدى المحطات في مدينه صيدا. فعليا يعني مثل ما عم نشوف بهيدا المشهد حاليا، يعني رغم صدور التسعيره ورغم انه بلش البنزين يتوفر بالمحطات، ولكن فعليا ما زلنا نشاهد الطوابير، يعني هي اخف من امبارح فعليا ولكن ما زالت موجوده على المحطات. نحن امام هذا المحطه مثل ما عم نشوف بهيدي الاثناء، عدد من طوابير السيارات ما زال ينتظر لتعبئه الوقود. كلنا مثل ما نعرف مشاهدينا انه صدرت التسعيره، هذه التسعيره يلي شهدت ارتفاع باسعار المحروقات 16000 ليرة لصفيحة البنزين بنوع 95 و 98 أوكتان، صفيحة المازوت ارتفعت 26000 ليرة وقارورة الغاز ارتفعت 9000 ليرة، وبالتالي صارت الأسعار بنزين 95 أوكتان 568000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 580000 ليرة، وصفيحة المازوت ديزل أويل صارت ب حاليا يعني قارورة الغاز صارت ب 321000 ليرة، أي بزيادة 9000 ليرة. يعني اللي صار امبارح أوضحوا البراكس إنه فعليا اللي صار هو عدم اتفاق مع مصرف لبنان على كيفية الدفع، وبالفعل يعني مشاهدينا بدأ مصرف لبنان بتطبيق سياسة رفع الدعم التدريجي، وفعليا بعد ما كان عم يستوفي 85% من قيمة المحروقات على سعر سيارة، فنزل هيدي القيمة إلى 70%، وأيضا رفعت قيمة الفريش 30%، وبالتالي صارت هيدي المشهد اللي عم نشوفه أو هيدا السبب للطوابير هو لهيدي السياسة اللي عم يتبدها مصرف لبنان، واللي شوي شوي عم تؤدي ل سوف تؤدي إلى رفع الدعم. يعطيكم العافية. نحن امريكان ايه، اول مره تقف بالدور بلبنان؟ اول مره في السوشيال ميديا، بس اول مره. خبرنا شوي شو شعورك؟ عم نحس مع اللبنانيين عم يعانوا. انا صرك بيجي على لبنان، انا كل سنه بيجي بصيف، بس اول مره بحياتي منطر. الشتاء الماضي ما علقت على الطوابير؟ لا، اشتريت من السوق السوداء. السوق السوداء. وهلا شو رايك بهذا الطابور؟ حسيت المعاناه؟ الله يعين اللبنانيه، وكنا فكنوا عم ينقوا، بس هالمرة عن جد مش عم ينقوا، معهم حق، أول مرة معهم حق. يعني هي فعلا نحن طوابير بنزين، طوابير خبز، كل شيء عم تكون طوابير. شعب مظلوم بس ما بيتعلم، بيضل يصوت لنفس السياسيين ولرجال الدين، يفيقع حاله بقى. وأنا عم بحكي كعربي وكمسلم، وبحب لبنان مثلي مثلهم، ما عادش تصوتوا لهم وبس. شكرا. يعني من المغتربين يلي عم وصلوا هذا الرسالة، هذه الرسالة اللي حبوا يوصلوها. مثل ما عم نشوف يعني هو الطابور مثل ما عم نشاهد انه منه طويل كثير اليوم، او منه كبير فعليا، بحدود ال 30 او 40 سيارة بس. يعني مثل ما عم نشوف خفت حدة هذه الطوابير. حنبلش مع يعطيك العافية، شو اخبارك؟ يعني انتوا اصحاب شوفريت تاكسي اكثر شيء بتعانوا بموضوع النطره، شيء طبيعي معروفه، وانتوا اصلا عم تعانوا يعني بالاسعار. طيب شو تنزل على الشارع لا تقدري، بيجي غيرك بياكلها، خصوصي وغير خصوصي وبالنمر وبلا نمر. شو في دوله؟ ما في دوله، ما في بلد اصلا، ما في بلد. اليوم شو؟ على دوله البنزين، وشوي شوي عم بده يرتفع البنزين مع ارتفاع الدولار، وحيصير على الدولار، كيف حتقدر تكفوا؟ كيف حتعم شو بدك تعمل يعني؟ شو بدك تعمل؟ لا حول ولا قوه، شو بدك تعمل؟ شو شعب؟ في شعب بحي؟ ما في شعب حي، كله شعب طوائفي ومذاهبي واحزاب، كسبوا نفقه ودجل قد ما بدك. روح شوف العالم على النجمه، على ساعه النجمه، على الدولار، العالم على تصرف، روح شوف. بدك اكثر من هيك كذب ودجل؟ هو الشعب كذاب ودجل ولاك وطوائفي ومذاهب. شو شعب؟ طلع لك هن، هو لو شعب من الشغل، لو شعب من الشكل بيوقف الوقفه هذه، بيوقف الوقفه هذه، شعب كذاب. شكرا لك حبيبي. يعني فاذا حنعمل هيدي الجوله لنشوف اراء المواطنين. تاكو زمان ناطرين؟ هلا جيتوا. شو رايكم بالمشهد؟ الله كريم، الله كريم، الله كريم. يعني
حنكمل هيدا الجولة نشوف إذا ما نقدر نحكي مع مواطنين. مثل ما عم نشوف أيضا يعني امبارح كان المشهد هو مبين هناك أزمة أكبر من هلا، لكن هلا مثل ما ذكرنا أنه معظم المحطات بمدينة سيدة وأيضا في الجنوب قامت بفتح محلاتها بعد ما استلمت البنزين من الشركات. يعطيك العافية. أهلا أهلا. صارك زمان ناطر؟ يعني شنو الساعة؟ شو رأيك بعودة الطوابير طبعا؟ هلا ما هلا المفروض اليوم تنحل، بس إنه هذا المشهد اللي عم بيتكرر دائما. هلا احنا بنقول إن شاء الله تنحل والله يفرج على الشعب. عرفت؟ فكلها سياسيا هاي قصة المحطات. يعني هلا موضوع البنزين معروف إنه رايح على الدولة، أنت شو رأيك؟ رايح على الدولة، فهن أصحاب المحطات البنزين هن اللي عم بيعملوا هاي العجلة هاي الطوابير. ليش رأيك؟ عشان يضلوا يستفيدوا، يضغطوا على الشعب. إذا بتخلص من قصة المحطات برجع بعدين أزمة الدولار بوصل 40,000، برجع بعدين للطحين. فهمت علي؟ فالله يفرجها على الشعب، إن شاء الله إحنا فلسطينيين نرجع على بلادنا وبنرتاح. فبقول لك هذيك بيطلعوا مسائل بقول لك إنه فلسطينية هن اللي عاملين الأزمة بلبنان. فلولا الفلسطينية عم بيجينا دعم من برا إحنا، منظمة التحرير والمنظمات اللي عندنا، ما صار الدولار ب 100,000، رياض السلام بعدمت لسانه قال. شكرا حبيبي الله يفرجها. يعني طبعا هي تصريحات بعض الأشخاص أو بعض المسؤولين عن تحميل فئة من المعايير الموجودين على لبنان مسؤولية هذا الانهيار. طبعا هو يعني نحترم كل الآراء وكل الآراء. يعطيك العافية. خبرنا شوي برأيك هذه المشاهد حتكرر بعدين؟ اسمح لي. فإذن يعني مشاهدينا مشاهدي صوت بيروت انترناشونال، مثل ما ذكرنا انه التسعيرة صدرت وعم نشوف المحطات عم تعبي. معظم المحطات في مدينة سيدة فتحت ابوابها وبالتالي عم تعبي بالطريقة فاتحة ابوابها، لكن ما زلنا عم نشوف بعض الطوابير. يعطيك العافية. فإذن هذه هي المشاهد من أمام أحدى المحطات. مثل ما عم نشوف أيضا يعني مثل ما ذكرنا أنه كيفك؟ يعطيك العافية. تقول ثلث ساعة. ثلث ساعة. ثلث ساعة. بكرة ثلثين الساعة، بعد بكرة نقعد نص نهار، ساعة الخبز. شو بدك؟ ما في بهالبلد، بلد اهترت. اهترت البلد، ما فيها شيء، كله ببكي. نقطة الماي ما عم تجي. شكرا لك. شكرا لك. يعني فإذا المشاهدين الكرام مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على الفيسبوك، مثل ما تابعنا بهيدا البث المباشر من احدى محطات البنزين في مدينة سيدة، مثل ما عم نشوف يعني عم يتم التعبئة يعني رغم ارتفاع التسعيرة اليوم 16 كبيرة، ولكن المواطنين بحاجة إلى البنزين. طبعا السوق كانت متعطشة للبنزين بسبب يعني ما حصل بالأمس وعدم تسليم المحطات أو عدم تسليم الشركات المحطات. فذكرنا معكم بهيدا البث المباشر، كان معكم محمد زيتي يوسف فواز صوت بيروت انترناشونال.